وفيت ووفيت، أشكر حقيقة مضمر مضمر مهلك باسم الجمهور محمد بن خالد العطية المميز دائما والمتابع دائما لانطلاقات هذا الشعار. تهانينا للمرة الثانية في هذا الشوط القمة، في هذا الشوط الرئيسي لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني على فوز مهلك. وللمعلومة الأعزاء متواصلين في برنامج مع الفائزين، مرحبا بكم مشاهدين موقع الأبرقة، وأرحب أيضا بأحد المتحدثين من عزبة سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني بمناسبة فوز مهلك الليلة بالشوط الأول الرئيسي للقاية القعدان. معي في هذه اللحظات عبد الهادي بن سالم بن فاتوح المري يحدثنا عن هذا الفوز الكبير. هادي مثل ما ذكرت استهلنا موسى، ألف مبروك الفوز. تستحق خير وعافية. هادي وش سلالة مهلك؟ سلالة مهلك أخوه ظن من الأب اللي هو شاهين الرقود بعيل الشيخ تميم بن حمد الثاني ولي العهد، وأمه سودانية من هجنة بن شافي. هادي وش مشاركاته السابقة؟ والله مشاركاته دخلناه وسبق ودخلناه وجاء ثاني، واليوم الله وفقه وسبق. الفوز في ميدان التحدي والعصف البطان شيء يعني صعب، ولكن انتم حققته الليله، حدثنا عن هذا الفوز وكيف الترتيب وما حركت القعود، هل يعني داخلين للمستقبل؟ اكيد اكيد نحن داخلين اهل سباقات جايه، ومن غير تقصير في الركض لليوم، بس الحمد لله الله وفقه وسبق بارتياحيه، ما احتاج نحن نكلمه ونحن نضربه. اثناء نص المسافه الاولى كنتم متوترين شوي؟ اكيد ما فيه شوط رئيسي بدون توتير. وبعد نص المسافه يوم ضمنت السبقه والدليل انكم ما مرتوا عليه، كيف كانت الاعصاب؟ والله الاعصاب شوي ارتحنا بعد كل اثنين، شفنا المهلك تقد مسيطر وعنده الزود وعنده ارتياح، مع المهلك يحب العصا اكثر من الكلام. نعم، ولكن هادي الفوز بدون اي اوامر شيء يعني، الفوز يعتبر فوزين، ايش رايك انت؟ هذا شيء اكيد، اي مضمر اي مالك هجن يحب انه يسبق عصافه بطانه، وهذا شيء صعب، من الاشياء الصعبه في الريس. سلام سلالة سراب، تهانينا لمالك سراب على هذا الفوز وعلى هذا الإقدام وعلى هذا التألق في هذا الشوط الأول الرئيسي. اغدير بن حميد الراشدي، تهانينا والناموس المركز. يسعدني في هذه اللحظات أن أرحب وأن نلتقي مالك القعود اللي فاز اليوم، مالك سراب اللي فاز بالشوط الأول الرئيسي في الفترة الصباحية في هذا السباق المحلي الثامن، اغدير بن حميد الراشدي أحد اللي تألقوا حقيقة في ميدان التحدي في ميدان الشحانية في هذا السباق. غدير تستاهل الناموس والف مبروك الفوز. تستاهل الخير يا اخوي، الله يبارك فيك ان شاء الله. غدير وش سلالة سراب اللي فاز اليوم بالشوط الاول؟ سلالته سراب بعير بشطيط. ومشاركاته في هذا الموسم والموسم الماضي حدثنا عنه. مشاركاته في هذا الموسم له سبقين واليوم الثالث، سبق في الوثبه وسبق في الذيل، واليوم اشتراكه الثالث، كان مرضياته مرضه ضفه واتاخر شويه. والعام الماضي وش مشاركاته؟ العام الماضي مشاركاته زين، السبق له وايد، كاسر تيم هني في 20 شوط في الشحانية في مركز السابع أظني زين، وماضي سيارتين العام ومركزه كله زين. ولكن يوم منافس القعود حدثنا بصراحة غدير، ما كانت الأعصاب شوي مشدودة؟ انت من تشارك في السباق لازم تكون الاعصاب شيء بسيط مشدوده، لكن احنا متعودين ترى كل يوم نركض، لو شدينا الاعصاب العد الايام هذه بنتعب وايد. والحين كيف الاعصاب الحين؟ الاعصاب الحمد لله مستانس ومرتاح. وفايز في ميدان التحدي، ايش يعني لك الفوز في هذا الميدان القوي؟ هذا الفوز انا وغيري، من تسبق ميدان التحدي لو تسبق في الشوط الاخير تعتبر ماخذ رمز. غدير نتمنى لك التوفيق الدائم في ميدان التحدي وفي بقيه ميادين دول مجلس التعاون الخليجي. الله يحل والديك وجزاك الله خير والتوفيق جميع ان شاء الله. سكت